وهذه الفرصة لوجهها لكم ولكل الشعب الجزائري تحية من خلال موقفه الذي قد زعزع النظام، ويطيب لي أن أقول قد زعزع السيستم، وتحية أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي من خلال موقفه قد دفع أصحاب القرار إلى الاستجابة لمطالب الشعب وفقا لما ينص عليه الدستور، وخاصة المواد 7 و8 و102. فالدستور هو مسار الحكمة ومسار العقل، لأنه هو الوحيد الذي بوسعه أن يضع كل واحد أمام مسؤولياته، وأن يجنب البلاد كل مكروه. ولهذا فتمسكنا به وتمسكنا بتطبيق بنوده، وكنا أول من بادر على حتمية الاقتداء بالدستور، وذلك قبل استدعاء الهيئة الانتخابية، وكان ذلك نابع من قناعاتي ومن حرصي ومن غيرتي على هذا الوطن. وإن كان ندائي آنذاك قد أزعج البعض، فلنتذكر بأنني أول من قال السيستام ولا أنا، وقلت فإني مصر للذهاب للانتخابات إن كان رئيس بوتفليقة مترشح أو غير مترشح. فقررت خوض المعركة رغم أن بوادر العهدة الخامسة التي كانت طاغية على المشهد السياسي، أن بعض التموقعات بدأت، رغم كل ذلك قررت بخوض تلك المعركة. وبعد قرار الاستقالة للرئيس بوتفليقة، فنحن نطالب بالاقتداء بالدستور جملة وتفصيلة، والأخذ بعين الاعتبار الإرادة الشعبية، والعودة إلى المسار الانتخابي، والأخذ بعين الاعتبار الملفات المودعة من قبل المترشحين الأوائل في المجلس الدستوري، والفحص في قانونيتها، وكذلك فتح مجال ترشح لكل مترشح جديد يريد خوض هذه الانتخابات. كما نشير إلى اتخاذ قرارات للسماح للمواطنين لمراقبة صناديق الاقتراع. ونظرا للوعي الذي برهن عليه الشعب الجزائري وخاصة الفئة الشابة منهم، فإنني أرى أنه من الواجب فتح مراجعة القوائم الانتخابية حتى يتسنى لأكبر عدد من المواطنين أن يدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات المصيرية للبلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.